le bas, j'ai la chérie. عمال لي كوكي ده مين ده؟ ها عمال لي كوكي جايب لي واحد مين ده؟ ده حد مشهور؟ بس هو حلو قوي. بس هو بيكوكي ليه؟ ما انا مش فاهم اللي هو بيقوله. بيكوكي غالبا ممكن مشيها نمشيها بيكوكي. مشيها بيكوكي. وبعد ما سمعنا اغنيه بيكوكي يا اولاد الحركات بتاعتها كانت مختلفه شويه. في حاجه ايه بقى؟ لا ممكن بس كوريوجرافي جديد. ما كوريوجرافي نحب نجدد. كوريوجرافي جديد ده عامل زي الروبوت شويه صح؟ بص انا بنقي الموفز على حسب ما هو بيكوكي انا بكوكي معاه. انت عامله ايه في شعرك النهارده؟ معقدني صراحه. نفسي بقول لكم ايه، زومبا فيتنس ويز ماي عادل اهو على الشاشه الفيسبوك، اي حد عايز يعرف قول له زومبا ماي عادل على الانستجرام، اي حد عايز يتواصل معاها يعرف ازاي ياخد الكورسات او الكلاسز الخاصه بماي خشوا لها على الفيسبوك او على الانستجرام. هترحب بيكم، قول لهم احنا جايين من تبع شريف بس تعمل لكم ديسكاونت، هي هتزود عليكم. هو اصلا كل اللي بيجي تبع شريف اساسا. جميله يعني. جميله. طب نخش على تاني تراك. يلا جاهزين؟ يلا مزيكا. Thank you.
لطيفه خالص وشيماء مسخسخه كل شويه تبص لك وتسخسخ روحها في الضحك. انت تتلخبطي في حته؟ هو انت تتلخبطي ده انت تلخبطي بلد تلخبطي بلد عارفه تلخبطي بلد؟ بقول لك ايه؟ مش هنعمل بقى بعد ما الكورونا دي تخلص ايفنت زومبا كبير وتعزموا بتوع الزومبا كلهم اللي في الدنيا وكده؟ يا ريت والله. طب ايه؟ بس هي كورونا تخلص امتى؟ هي يعني ان شاء الله في القريب العاجل اوعدك. طب يا ريت. ده احساس. نفسي. ما عنديش معلومه بس احساس. طيب التراك اللي جاي هيكون ايه؟ اخر تراك هو تراك طالع ترند جديد على التيك توك. بسمع عن التيك توك والحاجات دي. بس شويه بمناسبه التراكات بعد كده بقى هتلنا اسامي التراك اسم التراك والمغني هننزله على الشاشه. ينفع ولا ده ممنوع؟ ينفع. عشان احنا متعودين على كده. ايه 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 في ايه في التيك توك؟ هو انت عندك بيطلع تراك؟ لا بس بشوف الناس بتنزل على الفيسبوك وكده بيبقى مكتوب تيك توك بتاع بيطلع اغنيه بيتعملها ترند فكله بياخد نفس الموفز ويعملوها بقى ناس مختلفه او سيلبرتيز بيعملوها كده. فاحنا مختارين اغنيه من الترند دي اللي على التيك توك اسمها كونيو. مين؟ كونيو. كون يو جاي من القرطاس يعني كون؟ يس. يا حق قرطاسك. بس عاملينها لاتن فبيقولوها كونيو. أوكي. مش بيقولوها كونيو. انا التيك توك ده مش ماليش فيه خالص. ولا انا خالص. بس انت عندك تيك توك؟ مش هو بتاع الصغيرين ولا ايه؟ ما احنا صغيرين مش قصدي كده يعني بس يعني هو غريب شويه. اتشهر وقت الكورونا بقت كل الناس الناس قاعده في البيت بقى في الحظر ايه قالوا بيجرب التيك توك مع بعضينا. يلا نسمع الاغنيه دي وبعد دي اخر حاجه اخر تراك. فانا بشكرك يا مي نورتيني كالعاده وشرفتيني. ميرسي يا جيمو يا قمر. ما عشان تعمل قصدي في الانترو بقى عشان ما يبقاش كل الحلقه راس. يلا هنسمع اخر تراك مع مي وبعد كده هناخد فاصل. بعد الفاصل نرجع لكم مع جلادس. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا